السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا إخواني أخواتي في قناتكم ألي سامبل كندا تي في. أولا كنشكر جميع المتتبعين ديالنا على تشجيعاتهم وكذلك على التفاعل ديالهم معنا. والفيديو ديالنا اليوم غادي نخصصوه الجديد ديال الهجرة إلى منطقة الكيبيك، وبالضبط جديد برنامج الهجرة بيك أو ما يعرف بالإكسبيريونس كيبيكواز، اللي تار مؤخرا كثير من الجدل بسبب التغييرات اللي عرفها واللي دخلت حيز التفعيل في شهر يوليوز 2020، والتي أصبح بموجبها أكثر صرامة بينما كان قنطرة للإقامة الدائمة اللي عبرها العديد من العمال والطلبة الأجانب. وجديد هذا البرنامج في 2021 يهم استمارات جديدة دو نوفو فورمولير تتماشى مع التغييرات الجديدة، وكذلك طريقة تقديم طلبات جديدة بالإضافة لتكلفة جديدة. حيث أعلنت مصالح الهجرة بمنطقة الكيبيك أنه ابتداء من 26 يناير الجاري سيتم اعتماد العمل بمنصة أريما لدفع طلبات الاختيار للإقامة الدائمة الخاصة ببرنامج بيك. ونذكر الطلبة الحاصلين على شواهدهم قبل 31 دجنبر 2020 والعمال الأجانب الحاصلين على رخصة عمل ومتواجدين بكندا في 21 يوليوز 2020 أنهم يتمتعون بفترة انتقالية تعطيهم الحق في تقديم طلبة الإقامة الدائمة حسب الصيغة والشروط القديمة لهذا البرنامج قبل تغييره في 22 جويلية 2020. وبالفعل كما تلاحظون عندما ندخل إلى منصة أريما نجد هذا البرنامج وهنا شرح لكيفية التي يشتغل بها هذا البرنامج في هذه المنصة. فأولا يجب ملء الفورمولير، الجديدة لنوفو فورمولير كما تلاحظون، فهنا بالنسبة للعمال الأجانب وهنا بالنسبة للطلبة. ثانيا يجب تهيئ كل الأوراق المطلوبة بالحجم المطلوب، ثالثا كما تلاحظون يجب فتح حساب في أريما إذا كنا لا نتوفر على حساب، وهنا طريقة دفع الطلبات. وبالمناسبة عند ملء الطلبات الخاصة بالطلبة الأجانب عندما تجدون المكان المخصص للتجربة المهنية فلستم مجبرين بملء هذا المكان
إذا كنتم قد تحصلتم على الشهادة الدراسية قبل 31 دجنبر 2020. كما تلاحظون فهذه هي الفورمولير الجديدة. وقد ألقيت عليها النظرة فوجدتها سهلة الملء، يعني يمكن للشخص ملؤها لوحده، فهي مبسطة. وبالنسبة للرسوم المطلوبة مقابل هذه الخدمة، فقد عرفت ارتفاع منذ فاتح يناير 2021 لتصل إلى 822 دولار، أي زيادة 10 دولارات بالمقارنة مع السنة السابقة. وسبق لمصالح الهجرة بالمنطقة الكيبيك أنها أعلنت عن زيادة في الرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدمها بنسبة 1.26% مع بداية فاتح يناير 2021. كنشكركم إخواني أخواتي على المتابعة، وكنتمنى أنكم استفدتم معنا في هذا الفيديو، ونحن في انتظار تشجيعاتكم، اقتراحاتكم، وكذلك انتقاداتكم. شكرا لكم، وإلى اللقاء في فيديو جديد على قناتكم أليسامبل كندا تيفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.